بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، old woman عمرها 23 سنة، خلال 3 أجتني على أجت على الفيزيشن لأنه في آخر 3 أسابيع صار عندها thirst ويورينيشن. تمام، وصار عندها dehydration وتاكيكارديا. الجلوكوز كونسنتريشن 330. طبعا يا اخوانا انتوا عارفين النورمال جلوكوز لازم يكون اقل من 120، النورمال جلوكوز. فال 330 الجلوكوز مرتفع، والجلوكوز لما كان مرتفع اعطاني كيتون بادي، والكيتون بادي واللاكتيك اسيد. طبعا الكيتون بادي عباره عن اسيد، كيتون بادي عباره عن اسيد. فالبي اتش قلت 7.2، الاصل البي اتش 7.4 فصارت 7.2 قلت لانه اسيد. انا اعطيت المريض انترافينوس فلويد وانسولين فتحسن المريض. طيب ليش تحسن المريض؟ باختصار شديد، هذه المريضه يا اخواننا كان الجلوكوز مرتفع، فلما الجلوكوز ارتفع في البلاد الجلوكوز بخرج في اليورين، لما الجلوكوز بخرج في اليورين بشفط معاه الميه، بسحب معاه الميه، لما بسحب معاه الميه بزيد اليورينيشن، لما بزيد اليورينيشن بقل فلويد في البلاد، فبيصير عند المريضه ديهايدريشن، والمريضه من بصير عندها ثريست. لما الجلوكوز ارتفع اعطاني كيتو اسيد، كيتو اسيدوسز، اعطاني كيتو اسيد. لما اعطاني كيتو اسيد البي اتش قلت لانه اسيدوسز، فانا اعطيت المريض انسولين. يا اخواننا از يو نو الانسولين بيزود من تكسير الجلوكوز. هالحين يا اخواننا كيف بتصير العمليه؟ الانسولين بيزود من تكسير الجلوكوز، لكن بيزود من بناء الجلايكوجين، لانه الانسولين بيعمل بناء للجلايكوجين، يعني الانسولين بيقلل من تكسير الجلايكوجين. ليش؟ لانه بالمنطق انت الجلوكوز عندك مرتفع، ليش تروح تكسر جلايكوجين وتعمل لي ليبريشن لكمان جلوكوز؟ فعندك الجلوكوز مرتفع، فالانسولين بيزود من تكسير الجلوكوز، فبتصير العضلات الاديبوز تكسر الجلوكوز. فالانسولين بده يعمل اكتيفيشن لاي انزيم؟ بالضبط الجلوكوكينيز، لانه الجلوكوز، طبعا الجلوكوكينيز بيكون موجود يا اخوانا في الليفر، نفس الانزيم بيكون موجود في التيشوز اسمه هيكسوكينيز، تقريبا بتشابهوا في بعض الشغلات وبيختلفوا في بعض الشغلات، لكن الهيكسوكينيز والجلوكوكينيز الاثنين بيضيفوا مجموعات فوسفيت للجلوكوز. طب كيف بتصير العمليه؟ انت يا اخواننا الجلوكوز دخل للتيشوز، دخل الجلوكوز، الجلوكوز ضفت له مجموعه فوسفيت عن طريق الهيكسوكينيز او الجلوكوكينيز، يعني سواء قلت لي الهيكسوكينيز او الجلوكوكينيز نفس الشيء، عشان في نهاية المطاف يتكسر ويعطيني بايروفيت ويعطيني اي تي بي، ويعطيني ايش؟ اي تي بي. طيب مين اللي بيساعد؟ يعني يعني اخواننا الجلوكوز، يعني الانسولين بيساعد في تكسير الجلوكوز، عشان العضلات والتيشوز تستخدم الجلوكوز كمصدر للطاقة، فأكيد الإنسولين حيعمل اكتيفيشن لهذا الإنزيم.
انه يحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت، الى جلوكوز 6 فوسفيت. الان يا اخواننا لما يكون الجلوكوز قليل، لما يكون الجلوكوز قليل في البلاد، البايروفيت بتحول الى اوكزالو اسيتيت، والاوكزالو اسيتيت بتحول الى فوسفوينول بايروفيت عن طريق انزيم فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز. في نهايه المطاف حيعطيني ايش؟ جلوكوز. حيعطيني جلوكوز. الان انا بدي اسالكم، الجلوكوز يا اخواننا مرتفع في البلاد، فليش اصنع جلوكوز؟ ليش اصنع جلوكوز اذا الجلوكوز مرتفع في البلاد؟ فاكيد الانسولين مش راح يعمل اكتيفيشن لهذا الانزيم، واكيد الانسولين مش راح يعمل اكتيفيشن للفوسفاتيز، لانه في نهايه المطاف حيعطيني جلوكوز، حيعطيني جلوكوز. يعني الانسولين مش راح يعمل اكتيفيشن للفوسفوريليز كاينيز، ولا للكربوكسي كاينيز، ولا للجلايكوجين فوسفوريليز، ولا الجلوكوز 6 فوسفاتيز. مش راح يعمل اكتيفيشن لهدول الانزيمات. ليش؟ لما انت يا اخوانا بدك تعمل لابيريشن للجلايكوجين، تمام، لانه هدول الانزيمات في قضيه الجلايكوجين وشغله. المهم الانسولين في نهايه المطاف بيعمل اكتيفيشن لهذا الانزيم عشان يعمل ديجراديشن للجلوكوز، عشان الجلوكوز كان مرتفع في البلاد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تمام. أولد مان عمره 60 سنة، أجاني على الفيزيشن لأنه خلال 6 شهور كان عنده كاف نون إبرودكتيف سكين بيجمنتيشن. علم على السكين بيجمنتيشن، سوالين في الفيت. يخوانا لو كان الـ ACTH مرتفع، الـ ACTH مرتفع، الأدرينو كورتيكوتروبين هورمون مرتفع مسؤول على الاستيميوليشن للميلانوسايت فبيعمل بيجمنتيشن، تمام. لما يكون الانتي ديوريتيك هورمون مرتفع، مسؤول الانتي ديوريتيك هورمون ري ابزوربشن للووتر، وبالتالي سويلين في الفيت، تمام تمام. صار عنده يا اخواننا مصل ويستينج. يا اخواننا المصل ويستينج لما بيكون عند هذا المريض، تمام، تي 3 وتي 4 مرتفع، بيصير عنده يا اخواننا مصل ويستينج. عنده يا اخواننا ديكريز في البوتاسيوم، ديكريز في وين؟ ديكريز يا اخواننا في البوتاسيوم، انكريز في السيرم ادرينو كورتيكوتروبين. طبعا لما يكون الادرينو كورتيكوتروبين مرتفع بيروح بيرفع الكورتيزول، يعني الكاشن سيندروم. الادرينو كورتيكو مرتفع بيرفع للكورتيزول، فالكورتيزول بيرتفع، تمام. طيب لما انا اعطيت الشخص هاي دوز من الديكساميثازون، اعطيت للمريض هاي دوز ما تحسنش، يعني اخواننا الكورتيزول مرتفع كتير، فلما انا اعطيت المريض الديكساميثازون وبهاي دوز ما تحس، تركيز الكورتيزول ما رجعش للنورمال، ايش عند هذا المريض؟ سمول سيل لان كانسر. يا اخواننا السمول سيل لان كانسر هو عبارة عن كانسر بطلع من النيورو اندوكراين سيل تبعت البنكرياس،
وهذا الكانسر عبارة عن بارا نيو بلاستيك سيندروم، يعني بيفرز شغلات الأصل ما يفرزهاش، فبيصير يخونا يفرز ACTHs. ال ACTH بيصير يرتفع لأنه أنا عندي كانسر، فبيروح على الأدرينال كورتكس وبرفع الكورتيزول، فبيصير عند هذا المريض كاشين سيندروم. وكمان البارانيوبلاستيك سيندروم بتفرز انتي ديوريتيك هرمون، ان ابوبوريت انتي ديوريتيك هرمون، مرتفع الانتي ديوريتيك هرمون بشكل كبير. كمان البارانيوبلاستيك سيندروم بيفرز انتي بادي، اوتو انتي بادي، بيعمل بلوك لقنوات الكالسيوم، لقنوات الكالسيوم في البري سينابتيك ميمبرين، فصار عند هذا الشخص لامبرت اياتون مايستينيا جريفز. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تمام يا اخواننا، لما انت اعطيت المريض ديكساميثازون ما تحسنش، ليش؟ لانه الكانسر بيفرز اي سي تي اتش، وهذا كانسر لا بيستجيب لعلاج ولا بيستجيب للنيجاتيف فيدباك، هذا كانسر. فعندي المريض يا اخواننا عنده سمول سيل لانج كانسر. طبعا يا اخوانا انتوا عارفين الكورتيزول، الكورتيزول لما بيكون بتركيز عالي بيعمل ري ابزوربشن للصوديوم والووتر، وبيعمل اكسكريشن للبوتاسيوم، عشان كده تركيز البوتاسيوم لقيناه ديكريز، تركيز البوتاسيوم لقيناه ديكريز. تمام. فيميل ولد الطفل بعد 26 اسبوع، بعد يا اخوانا 26 اسبوع. اخوانا انتوا عارفين في الاسابيع الاخيره بيبدا يتكون السيرفاكتنت، في الاسابيع الاخيره، فعشان كده اي طفل بنولد قبل الاسبوع ال 34 اذا لسه هذا الطفل ما كونش السيرفاكتنت، فعشانه ما كونش السيرفاكتنت بيصير عنده ظاهرة اسمها نيونيت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، لأنه السيرفاكتنت لسه ما تكونش، لأنه بيتكون السيرفاكتنت في آخر أسابيع، في آخر إيش؟ أسابيع. عشان كده أي طفل بنولد قبل الأسبوع الـ 34 بيكون السيرفاكتنت لسه إيش؟ ما تكونش. تمام. هذا الطفل حطيناه في ميكانيكال فنتيليشن لأنه مش قادر يتنفس، لأنه فيش عنده سيرفاكتنت، لأنه مش قادر يتنفس، لأنه فيش عنده سيرفاكتنت. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد 8 ساعات صار عنده بايلاترال بلمونري انفلتريشن، الطفل مات، الطفل ايش؟ مات. ايش بيكون عندي اللانج؟ بيكون عندي اللانج يا اخواننا اتيليكتيسز، اتيليكتيسز ضمور في اللانج، ضمور في اللانج، لانه فيش سيرفاكتنت، فاكيد راح يكون عند هذا المريض اتيليكتيسز، وراح يكون عند المريض بروتين الفيولار ديبري. اخواننا البروتين الفيولار ديبري هو نتيجة نقصان السيرفاكتنت، نقصان السيرفاكتن. بس الان بدي اقول لكم ركزوا على كلمة الاتيليكتيسز. تمام. لانه ولد يعني هذا الطفل عمره 26 اسبوع، فالسيرفاكتن ما تكونش عنده، فاللنج صار فيها ضمور، لانه في عملية الانسبيريشن هذا الطفل ما بيقدر يعمل انسبيريشن،
لأنه فيش يصير فاكتنت، مش قادر ينفخ اللنج، فبيصير عنده أتليكتسز. تمام. هذا سؤال يا أخوانا إن شاء الله سهل، بس إيش يعني؟ اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. خلينا نفهمه بطريقة جميلة إن شاء الله. old woman عمرها 30 سنة، عندها رينال كالكولاي، سيرم كالسيوم، السيرم كالسيوم والفوسفيت within range reference range. اليورين لقيت في اليورين increase calcium concentration، في اليورين increase calcium concentration. البيشنت هذا صار يشرب مية كتير وصار عنده decrease sodium and protein concentration. تمام، انت ايش بدك تعطي لهذا المريض دواء، وكيف الميكانيزم اوف دي اكشن للدواء اللي انت بدك تعطي؟ الان يا اخوانا باختصار شديد، انا من هذا السؤال ايش بدي، من هذا السؤال ايش بدي كله. تمام، هذا المريض عنده، من هذا السؤال يا اخوانا بدي اختصره في كلمتين، هذا المريض عنده ستون في الرينال، رينال كالكولاي. طيب هذه الستون عبارة عن ايش، من ايش متكونة؟ بقول لك هذا المريض بيعمل اكسكريشن للكالسيوم بشكل كبير. انتوا عارفين يا اخواننا لما انت تعمل لي اكسكريشن للكالسيوم، اثناء الاكسكريشن ايش يعني اكسكريشن؟ يعني الري ابزوربشن قليل. فلما انت تعمل لي اكسكريشن للكالسيوم بصير عندك يا اخواننا حصوات كالسيوم، منسميها كالسيوم اوكزاليت ستون، لانك انت عملت اكسكريشن للكالسيوم بشكل كبير. طيب كيف بدك تتخلص من هذه الحصوات؟ عن طريق قلل الاكسكريشن للكالسيوم وزود الري ابزوربشن للكالسيوم. يا اخواننا منطق، صدقوني الاشي منطق. لو انت بدك تضلك تعمل اكسكريشن للكالسيوم اكيد راح يتكون عندك حصوات، لو انت بدك تعمل اكسكريشن لليوريك اسيد اكيد راح يتكون عندك حصوات من نوع اليوريك اسيد، لو بدك تعمل اكسكريشن للفوسفيت اكيد راح يتكون عندك حصوات من نوع الفوسفيت. فانت عملت اكسكريشن للكالسيوم بشكل كبير، انكريز كال، لا مش هذه، في اليورين لقيت انكريز كالسيوم اكسكريشن، يعني لما انا عملت كوليكشن لليورين خلال يوم كامل خلال 24 ساعة لقيت في اليورين كالسيوم كتير، يعني اكسكريشن للكالسيوم. طب ايش الحل؟ الحل زود الري ابزوربشن للكالسيوم وقلل الاكسكريشن عن طريق الثيازايد. الثيازايد وين بيشتغل؟ بيشتغل الثيازايد في الديستال كونوفيوليتد اتيوبيول، ما انتوا عارفين الكلام هذا. الثيازايد بيشتغل في الديستال كونوفيوليتد اتيوبيول. تمام، الثيازايد هيو يا اخوانا طبعا هنا يا اخوانا الانترستيشيال وهنا لليومن، فتطلع الثيازايد بيعمل يا اخوانا كالسيوم ري ابزوربشن. هيو الثيازايد بيزود، هيو بيزود الكالسيوم ري ابزوربشن. لما الكالسيوم يا اخوانا يجي هيك يعني ري ابزوربشن، يجي هيك يعني ري ابزوربشن، يعني بيقل الكالسيوم اكسكريشن، بيقل الكالسيوم اكسكريشن. هذا شغل الثيازايد، فالثيازايد بيقلل الكالسيوم اكسكريشن. تمام، عشان كده من استخدامات الثيازايد بستخدمه في الرينال ستون اللي من نوع الكالسيوم، اللي من نوع الكالسيوم. فأنا بدي أعطي للمريض دواء بيزود الري أبزوربشن للكالسيوم في الديستال كونوفيوليتد اتيوبيول.
بنت عمرها 4 سنوات مش قادرة تتنفس، صار عندها uncomplicated remove للبريكيال كليفت سيست. عندها يا اخواننا سيست، عندها سيست، فانا بالجراحة دخلت وطلعت هذه السيست بالجراحة، فاعطيتها يا اخواننا مخدر، اعطيتها انستيزيا. فلما اعطيتها انستيزيا من الكومبليكيشن بطلت تتنفس، بطلت تتنفس وصارت تمام. الانستيزيا عبارة عن جنرال انستيزيا with سيفو فلورين. طبعا هي اخوانا بطلت تتنفس مش من الانستيزيا. ها طب انت تو قلت لنا انت اعطيتها انستيزيا. انا يا اخوانا يمكن اتلخبطت، يعني راح عن بالي، انا اعطيتها اوكي انستيزيا، الانستيزيا بيخليها unconscious صح؟ تمام. بس هي بعد الانستيزيا صحيت من يا اخوانا كيف القضية؟ هذه يا اخوانا عنيد، هذه الفيميل عمرها 4 سنوات عندها سيست، فانا دخلت بالجراحة بدي اطلع هذه السيست، اعطيتها انستيزيا مخدر، بعد الجراحة صحيت. لما صحيت ما قدرتش تتنفس، مع انه هي كونشيس لانه مفعول المخدر راح. طب ليش ما قدرتش تتنفس؟ انا يا اخوانا اعطيت المريضة ساكسينيل كولين. الساكسينيل كولين عبارة عن أجونست للنيكوتينيك ريسبتور تايب أم. الساكسينيل كولين بيعمل ريلاكسيشن للمصل. ريلاكسيشن لمين؟ للمصل. من هذا المصل الريسبيراتوري مصل اللي هو الديافرام. المصل تبعوني الريسبيريشن زي الديافرام، زي الديافرام. فالساكسينيل كولين عبارة عن أجونست للنيكوتينيك تايب أم، فبيعمل لي ريلاكسيشن للمصل. طبعا انا ليش اعطيتها ساكسينيل كولين؟ عشان يا اخوانا لما اعمل ريلاكسيشن للمصل اقدر افتح العضلات. لكن لما صحيت من العمليه ما قدرتش تتنفس. ليش؟ لانه مفعول الساكسينيل كولين كان زياده كتير، كان اوفرلود. طيب متى بيكون مفعول الساكسينيل كولين فوق المتوقع؟ ما هو لما يكون مفعوله فوق المتوقع، هذا الفيميل لما صحيت الأصل، ما هو كيف بيعملوا العملية؟ إنه طبعا أثناء العملية بتكون هذه البنت بتتنفس بالفنتيليتور، بالفنتيليتور تمام؟ لأنك أنت عامل ريلاكسيشن للساكسين، ريلاكسيشن للمصل بواسطة الساكسين الكولين. لكن بحط الجرعة إنه لما تصحى هذه الفيميل تكون تركيز الجرعة راح وتأثير الساكسين الكولين راح عشان تقدر تتنفس بعد العملية. لكن بعد العملية ما قدرتش تتنفس. طب ليش؟ لأنه الساكسين الكولين عامل إنهيبيشن أو ريلاكسيشن للديافرام. طيب طب ليش؟ متى يا أخواننا الساكسين الكولين تأثيره بيكون أكتر من المتوقع؟ لما يكون عند هذه المريضة سودو كولين استيريز ديفيشينسي. بيصير انا عندي برولونج للابينيا. طب ليش؟ ايش يعني برولونج للابينيا؟ يعني مش قادرة تتنفس من وراء السودو كولين استيريز ديفيشينسي. اخذناه يا اخواننا في سؤال في ملفات سابقة. تمام. طبعا يا اخواننا السودو كولين استيريز ديفيشينسي يعني عند هذه المريضة راح يكون عندها الاسيتايل كولين مرتفع كتير. تمام. واحد عمره 35 سنة اجاني على الفيزيشن لانه لاحظ ماس في الرايت سايد من السكروتم. تمام. هذه الماس ما طبعا هي نون تندر، يعني نون بين. هذه الماس موجودة في الرايت، ما بتقدر تفصلها عن الرايت تستس. كأنه بدي يقول لك هذه الماس موجودة في الرايت تستس وعشانها كبيرة ماسكة في السكروتم،
فانت مش قادر تفصل السكروتم عن التستس لانه هذه الماس طالعه من التستس فماسكه من ماسكه في السكروتم. فانت بايدك لما بتحس السكروتم ما بتقدر تفصل السكروتم عن التستس. تمام. لما بده هذه الماس تعمل ميتاستاسز لللمف نود بالضبط بتعمل ميتاستاسز عن طريق البارا اورتك لمف نود او اللمبر لمف نود او البارا اورتك لمف نود. التستس لما بدها تعمل ميتاستاسز عن طريق البارا اورتك لمف نود. اعتقد انا جايب رسمه بس كني ناسى احطها، بس هي معروفه يا اخواننا التستس بالبارا اورتك لمف نود بتعمل ميتاستاسز. التستس بالبارا اورتك لمف نود اعتقد اخذناها. خلاص بدكم تحفظوها، التستس لما بدها تعمل ميتاستاسز بالبارا اورتك لمف نود. تمام. انا عندي الدراج اكس وهو هذا يا اخواننا الدراج اكس وهو الون، وهذا الدراج اكس مع الكولين استيريز انزيم، وهذا الدراج اكس مع الاتروبين. طبعا الدراج اكس هو نفسه الدراج اكس اللي هنا لكن ضفت الكولين استيريز انزيم، هو نفسه الدراج اكس اللي هنا لكن ضفت الاتروبين. ايش راح يكون هذا الدراج بالضبط؟ البيثانيكول. البيثانيكول يا اخواننا البيثانيكول عباره عن الدراج اجونيست للمسكرينيك ريسبتور. البيثانيكول عباره عن الدراج اجونيست للمسكرينيك ريسبتور. فاكيد الاتروبين بيعمل بلوك للمسكرينيك ريسبتور، فاكيد البيثانيكول بوجود الاتروبين تاثير البيثانيكول راح يقل لانه الاتروبين بيعمل بلوك للمسكرينيك. تمام. طيب هالحين هل البيثانيكول هو نفسه الاسيتايل كولين؟ الجواب قولا واحدا لا، البيثانيكول بيختلف عن الاسيتايل كولين. عشان كده الكولين استيريز بيقدر يعمل ديجراديشن للاسيتايل كولين لكن ما بيقدر يعمل ديجراديشن للبيثانيكول. فعشان كده لدراج اكس بوجود الكولين استيريز او بعدم وجود الكولين استيريز البيثانيكول ما تاثرش لانه الكولين استيريز ما بيقدر يكسر البيثانيكول لانه البيثانيكول بيختلف عن الاسيتايل كولين. هاي الدايركت اجونست للكولينيرجيك الكولينومايماتيك، البيثانيكول مسكرينيك اجونست. الاسيتايل كولين ما بيقدر يعمل هيدروليز، الاسيتايل كولين استيريز انزيم ما بيقدر يعمل هيدروليسيز للبيثانيكول، ما بيشتغل على البيثانيكول، ما بيشتغل على البيثانيكول، فحيكون الدواء عبارة عن بيثانيكول. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في ميل عمرها 45 سنة، عندها هارت مارمر هيباتوميجالي، عندها فلاشينج وهايبوتينشن ودياريا من وراء النيوبلازم. مين النيوبلازم اللي بيعمل فلاشينج وهايبوتينشن ودياريا؟ يا اخوانا احنا اخذنا حاجة بنسميها كاشن كارسينويد، في حاجة بنسميها كارسينويد تيومر. كارسينويد تيومر هو تيومر طالع من الكرومافين سيل او من النيورو اندوكراين سيل، بيقدر يطلع سيريتونين. سيريتونين اشهر مكان للكارسينويد تيومر اللي هو السمول انتستين اللي هو في التيرمينال ايليوم او في الايليوم. فاشهر مكان للكارسينويد تيومر الايليوم. الكارسينويد تيومر بيطلع السيريتونين وبيعمل لي ظاهرة كارسينويد سيندروم. الكارسينويد بيعمل فلاشينج
وهايبو تنشن ودياريا. إذن هذا التيومر طالع من السمول انتستين. تمام يا اخوانا، هذا السؤال ان شاء الله يعني ببساطة بدنا نفهمه، بدناش نعقد الامور ان شاء الله. تمام، رجل عنده 30 سنة، عنده نبنس في الرايت هاند. تمام، وهذا يا اخوانا النبنس او البين او التنميل او النبنس او البين بصحي من النوم، مرات بصحي ايش من النوم. وهو يا اخوانا نجار، هو ايش نجار، ولما يصير عنده النبنس لازم يا اخوانا يرتاح شوية دقائق. لما يكون النبنس زاد صار عنده ها ها ها، لاحظوا يا اخوانا، انا بدناش نصعب يا اخوانا، بدناش نصعبها. صار عنده مايلد اتروفي للرايت ثينر امينينس للرايت، هذا اصلا مفتاح الحل. تمام، وصار عنده ويكنس للرايت ابدكتور بوليساس، اللي هي اصلا يا اخوانا اصلا الرايت ثينر امينينس هي نفسها الابدكتور بوليساس بريفياس ماسل. مين من السنسيشن most likely to decrease abnormal area بالضبط؟ الان يا اخواننا في ظاهره بنسميها الكاربانيل سيندروم. ايش هذه الظاهره؟ الكاربانيل تانيل سيندروم. الان او خلينا هذه الرسمه، لاحظ يا اخواننا هذه الرسمه، شايفين هذا يا اخواننا الميديان نيرف، ميديان نيرف، الميديان نيرف بيغذي اللاترال بارت اوف ذا هاند. لاحظ هذا يا اخواننا الميديان نيرف، هذا الميديان نيرف بمرق تحت الكاربانيل تانيل. ممكن يا اخواننا يصير كومبريشن على الميديان نيرف بالكاربانيل تانيل، فلما يصير كومبريشن حيصير نبنس في اللاترال بارت من البالم او من الهاند، حيصير نبنس لما انت تعمل لك كومبريشن على الميديان نيرف. ما فهمناش؟ تمام، صورة اوضح. الان صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هاي اخواننا هاي ليجامنت، تمام، وهاي الميديان نيرف، وهاي الكاربانيل تانيل، وهاي التندونز. تمام، الان ممكن يا اخواننا طبعا لو انت بدي اياك تلاحظ الميديان نيرف بغذي عضلة الثم، بغذي العضلات الصغيرة هذه يا اخواننا، هذه هي العضلة الصغيرة تبعت الثم. طبعا هذا يا اخوانا الميديان نيرف بيعطيني سنسيشن لللاترال بارت من الهاند، تو ثيرد لاترال من البالم، هذا كله يا اخوانا من الميديان نيرف سنسيشن، لكن بيعطيني برضه موتور للمصل تبعت الثم، للمصل الصغار تبعت الثم. لاحظ يا اخوانا هاي اخواننا برضو نفس القضية، هاي هذا النيرف للمصل الصغيرة تبعت الطم، اللي هي اخواننا ايش اسمها بالضبط، الرايت ابدكتور بوليساس ابريفياس مصل او الثينر امينس. الثينر امينس هي هذه العضلة يا اخواننا، هذه العضلة هي اسمها ثينر امينس. تمام، نفس الطريقة يا اخواننا هنا
نفس الاشي. تمام. اذا هذا المريض ايش عنده؟ عشان عنده ويكنس لا ال العضلة الصغيرة تبعت الثم اللي هي الثينر إيمينينس، وعنده نبنس في الهاند، وين راح يكون المشكلة؟ في السنسيشن، أنا بتكلم في السنسيشن اللاترال هاند في البالمر سيرفس. البالمر سيرف لللاترال، طلع إيش قال لك؟ بالمر. مش تروح تقول لي دورسال يا أخواننا، لا بالمر. مش تروح تقول لي دورسال، انتوا هاي بدي اجيب لكم الرسمة لاخر مرة. هاي يا اخوانا هذا البالمر، وهاي اللاترال، وهاي اللاترال، وهاي الميديان نيرف، وهاي اللي بغدي للعضلة الصغيرة. فلما يكون انا عندي هذا التانيل عامل كومبريشن للميديان نيرف، يعني اخوانا تخيل، تخيل هذا الانسان عنده انفلاميشن او عنده روماتويد ارثرايتس، تخيل، وصار عنده يا اخواننا سويلينج في هنا المنطقه، في هذه المنطقه. لما صار عنده سويلينج راح يضغط على هذا النيرف اللي هو الميديان نيرف اللي بيعطيني سنسيشن لللاترال. تمام. البالمر، مش تقول لي الدورسال تبع الهاند. او يا اخواننا لو واحد اكل تروما على هذا المكان، او لو عنده اكروميجالي، تلاقي ال 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 تلاقي هدول البون، هدول البون اللي كونوا لي الكاربال تانيل اتضخموا، فراح يضغطوا لي برضو على النير. نفس الاشي يا اخوان. تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. تمام. عنده يا اخواننا في شخص، عنده يا اخواننا الني لارجلي ريسبونس فور بريفنت اكسسيف بوستيريور موفمنت اوف ذا تيبيا. مين يا اخواننا، مين من الارقام هدول اللي مسؤول انه يمنع، المسؤول انه يمنع البوستيريور موفمنت تبعت التيبيا؟ respect to the femur، respect to the femur. اول اشي اخوانا، بما انه posterior، بما انه احنا بنتكلم posterior، اذا راح تجيني على ناحية posterior، على ناحية posterior حتلاقي بس رقم الاي، هذا رقم الاي بس. تمام. طب ليش في انا عندي posterior cruciate ligament وفي انا عندي anterior كورشيات ليجامنت؟ الانتيريور كورشيات ليجامنت بمنع الاكسسيف انتيريور موفمنت. طلع هنا ايش كاتب لك، بوستيريور كروشيات ليجامنت هو عباره عن، طبعا هو ليجامنت اكيد كونكتيف تيشوز، بربط التيبيا مع الفيمر في الني جوينت، بمنع الاكسسيف بوستيريور موفمنت للتيبيا. posterior movement ايش للتيبيا. اما الانتيريور كروشيات ليجامنت هو بمنع prevent excessive anterior motion، الانتيريور موشن للتيبيا within the femur، الانتيريور موشن لايش للتيبيا. تمام. يعني عشان ما يخليش اخواننا التيبيا تطلع للقدام للانتيريور موشن. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تمام. طبعا يا اخواننا اكثر طالبه بتعبرني بالفيديوهات هي الدكتوره هبه. بصراحه انا بنزل فيديوهات وهي دائما يعني بتكتب لي يعطيك العافيه. طبعا يا اخواننا الكلمه الطيبه صدقه، يعني والله انا واحد من الناس، انا كعبد الرازق مرات لما بنزل فيديوهات بستنى تعليق الدكتورة هبة عشان أقل ما فيها أحس إنه في حدا معبرني. يعني تخيل يا إخواننا إنه أنا مثلا، يعني والله أنا مش منتظر صراحة، أنا مش منتظر إشي، لكن تخيل إنه مرات بصحى في الليل على الثلاثة على التنتين
مرات بكونش نايم كويس بصور الفيديوهات تمام، فلما ما لاقيش تعليقات مرات بتحز في نفسي انه بس يعبروني يعني، يعني فهموني الفيديو كويس الفيديو مش كويس، هل في خلل في الفيديو يعني زي هيك يعني. فالدكتورة هبة دائما سبحان ربي بتكتب لي تعليقات جميلة يعني دائما بتجبر خاطري بصراحة، ف جزاها الله خيرا يعني من هذا الفيديو انا بشكرها كتير كتير كتير. لا يعني يعني مثلا قبل كم يوم كنت اصور الفيديوهات تمام بدون صوت، تخيل يمكن صورت 4 فيديوهات بدون صوت، 4 فيديوهات يمكن صورت بدون صوت. فالدكتورة هبة ربنا يجزيها الخير كتبت في التعليقات انه الفيديو بدون صوت. طبعا لو ما كتبتش في التعليقات انا كان ضليتني اصور كل الفيديوهات بدون صوت، مع انه في طلبة غيريها شافوا الفيديو او الفيديوهات بس ما كتبوش في التعليقات، ما كان صورت انا باقي الفيديوهات بدون صوت. طبعا انا عدت الفيديوهات عدتهم، فيعني جميل الواحد يعني يعلق. انا مش انه بنتظر شكر او منتظر اي شيء لا والله، بس يعني بحس انه في حدا معبرني. وكمان انا يعني لما بنزل الفيديو بصراحه مرات بحس يعني كيف مرات، طبعا الواحد مش دائما بيكون نفسيته يعني كيف مهيئه انه يعمل فيديو، لكن عشان ضغط الوقت وعشان احنا مضغوطين وفيش عندنا وقت بضطر انزل فيديو. فمرات انتوا حتى بتشوفوا مرات انا في الفيديو بكون مبسوط بحكي نكت، ومرات الواحد بيكون يعني يعني كيف خلص يعني فيديو وبده يخلصه تمام. فلما مرات انا بشرح وانا فيديو وبدي اخلصه مرات بحس الفيديو مش كامل او ما في معلومات كفايه او بخاف اغلط. خاصه يا اخوان انا كتير كتير في اسئله بغلط يعني عادي، يعني انا طالب مش من اوائل الدفعه، طالب عادي جدا جدا يا اخوان والله، يعني طالب جدا جدا والله يا اخواننا. انا يعني الانسان يعني سبحان ربي ما تفكروش يعني انه انا شاطر وتبع دراسه ودحيح وكذا ومش عارف ايش، لا بالعكس انا طالب بسيط. لما بنزل الفيديو بكون خايف انه الفيديو مستواه ما يليقش بطلبه الطب، بكون خايف انه مستوى الفيديو يكون متدني او يعني ما يليقش لطلب الطب. انتم ما شاء الله عليكم يعني كلكم اوائل وكلكم افضل مني واشطر مني، فبخاف الفيديوهات ما تكونش في مقامكم او في مستواكم. فلما انتم تكتبوا لي تعليقات انا بطمن يعني بطمن انه الحمد لله الفيديوهات كويسه وربنا الحمد لله وفقني، بس هاي كل الفكره يعني تمام. وربنا يعطيكم العافيه وربنا يوفقنا كلنا، وربنا يعني ان شاء الله عز وجل مش هيضيع تعب حدا، مش هيضيع تعب حدا بالمرة. وكمان مرة بشكر الدكتورة هبة تمام انه نبهتني المرة الماضية على انه الفيديوهات بدون صوت، وانه طبعا بتعلق دايما يعني بحس انه الفيديوهات الحمد لله كويسة لما هي بتعلق او اي حدا بعلق بحس انه الفيديوهات يعني كان نوعا ما مستواها كويس تمام. خاصة يا اخواننا انا كعبد الرازق بصراحة لما بشرح بحس المعلومة ما وصلتش، ف يعني كيف بحس انه انا ما وضحتش كويس او انه يعني ما جبتش معلومات كفاية. فلما انتوا تعلقوا وتقولوا لي الفيديو كويس يعني بطمن انه لا الحمد لله الطلبة فهموا مني. خاصة انا يا اخوانا مش دكتور يعني انا طالب، طالب يعني مش دكتور بالمرة طالب، أنا مستواي فقط طالب. فما بعرف إذا 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 أنتوا فهمتوا الفيديو أو ما فهمتوا الفيديو يعني زي هيك تمام. هاي قاعد بحمل الفيديو. طبعا أنا إلي أكم من يوم بحملش فيديوهات كتير لأنه النت كان ضعيف، كان ضعيف فما كنتش قادر أنزل فيديوهات، حتى ما كنتش قادر أقرأ كويس لأنه كل قرايتي مبنية على النت أنا تمام. أولد وومن عمرها 55 سنة أجتني على الفيزيشن. طلع يا إخوانا خلوا الأمر بسيط، عندها progressive difficult walking
عندها سباستيسيتي وهايبر ريفلكس. هايبر ريفلكس سباستيسيتي وعندها كلونس في اللور اكستريميتي والبابينسكي ساين بريزنت في البايلاترال. كيف انت بدك تقلل السباستيسيتي؟ انا يا اخوانا مش راح اشرح هذا الموضوع بطريقة علمية. طبعا يا اخوانا انتوا عارفين بما انه هذه الفيميل عندها اسباستيسيتي يعني عندها ابر موتور نيورون ليجن، بما انه عندها بابينسكي ساين بوزيتيف عندها ابر موتور نيورون ليجن. طبعا عندها اسباستيسيتي، العضلة شادة، اسباستيسيتي ريجيديتي، ايش الحل؟ رخيها. ايش الحل؟ رخيها، اعمل لها ريلاكسيشن بدون علم يا اخوانا. ايش منطق؟ ايش منطق؟ طب كيف بدك ترخيها؟ اعطيها قابة، اعطيها قابة، لانه القابة اعمل اكتيفيشن للجاما امينو بيوريتيريك اسيد اللي هو القابة ريسبتور في المصل سبندل افرنت. اعمل اكتيفيشن لهذا الريسبتور اللي هو قابة، قابة ريسبتور اللي هو الجاما امينو بيوتيريك اسيد ريسبتور، اعمل له اكتيفيشن فبيفتح قنوات الكلورايد، فبدخل الكلورايد فبيصير ريبولاريزيشن، لا بيصير هايبر بولاريزيشن، هايبر بولاريزيشن، فبيصير ريلاكسيشن. فانت بتعالج السباستيسيتي، انت بتعالج بطريقه سهله يعني الاشي بسيط ان شاء الله، انت بتعالج السباستيسيتي. وومن عمرها 23 سنة عندها روماتويد أرثرايتس، أخذت إخوانا علاج الأداليموماب. الأداليموماب، الأداليموماب قولوا عادل ماب، عادل ماب، أداليموماب تمام. الأداليموماب زي ما انتم عارفين بيعمل بيرتبط في التيومور نيكروسيس فاكتور الفا وبيمنع التيومور نيكروسيس فاكتور الفا يرتبط في الريسبتور تبعه، ومع ذلك الأداليموماب ما حسنش السيمتوم تبعت هذه المريض، تبعت هذه المريضة. طيب مين من الإميون سيستم بيساهم في السيمتوم يا اخواننا؟ الروماتويد أرثرايتس أشهر شغلتين بتساهم وبتفاقم مش عارف إيش يعني، أكتر شغلتين بتعمل إكزاسيربيشن للسيمتوم في روماتويد أرثرايتس، وأكتر شغلتين بتزود حدة السيمتوم التيومور نيكروسيس فاكتور ألفا والإنتر لوكين واحد. لما انا اعطيت دواء للتيومور نيكروسيس فاكتور الفا عشان امنع التيومور نيكروسيس فاكتور الفا يرتبط في الريسبتور تبعه، السيمتوم ما تحسنتش. اذا بيكون السيمتوم ناتجه من نتيجه مين بالضبط؟ الانترلوكين واحد، الانترلوكين واحد يا اخوانا. لو انت تلاحظ الفا وواحد نفس الاشي، الفا وواحد نفس الاشي تمام. طبعا وهي يا اخوانا من سلايدات الدكتور هاني، في انا عندي الانفليكسي ماب التيومن بيرتبط في التيومن نيكروسيس فاكتور وبيمنعه يرتبط في الريسبتور، والاداليمو ماب بيرتبط برضو في التيومور نيكروسيس فاكتور. اما الانا كينرا، الانا كينرا هو بيرتبط في الريسبتور الانترلوكين واحد وبيعمل له بلوك، وبيعمل له ايش؟ بلوك دواء الانا كينرا تمام. يعني لو قال لك هذه الفيميل ايش بدي اعطيها دواء؟ الانا كينرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. رشفه ميه،
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه يا أخواننا هذا الرجل عنده الليفر فانكشن تيست أبنورمال تمام، طلع عنده دي هايدريشن وجويندس وسبايدر أنجيوما وعنده تستيكيولار أتروفي. طيب وعنده يا اخواننا اميديت ميموري امبيرمنت، عنده ميموري امبيرمنت. ايش عند هذا الشخص؟ يا اخوانا عند هذا الشخص كرونيك هيباتايتست، لانه لو انت تلاحظ في اول السؤال بقول لك هذا الشخص بيشرب كحول، الان هذا الشخص يا اخوانا عنده كرونيك هيباتايتست. الكرونيك هيباتايتس في نهاية المطاف بتعمل لي سيروسز. السيروسز بيعمل لي بخرب الليفر، فلما بخرب الليفر بصير الليفر يا اخواننا مش قادر يعمل كونجوجيشن للبيليروبين، ومش قادر يودي البايل اسيد على البايلياري اتراكت، فبيرتفع البيليروبين في البلد فبيصير عنده جويندس. ببطل الليفر قادر يكسر الاستروجين فبيصير عنده سبايدر انجيوما، وعشان هذا ميل والاستروجين ارتفع بيصير عنده تستيكيولار اتروفي، لانه الاستروجين بيعمل اتروفي في التستس. تمام، فيعني يا اخواننا مبين انه من اول ما انا شفت هو الكحوليزم وعنده سبايدر انجيوما، عرفت عنده كرونيك هيباتايتس وعنده سيروسز. الكرونيك هيباتايتس اعطاني سيروسز. تمام، هالحين الليفر مش راح يقدر يتخلص من الامونيا، فالامونيا راح ترتفع في البلد. بعد ما ترتفع في البلد راح تروح على البرين، بتقدر تخترق البرين. الامونيا طبعا الامونيا بتتحول الى امونيوم وبتروح على البرين وبتقدر تخترق البرين وبتعمل لي مشاكل في البرين، اعيد، لما صار انا عندي سيروسز خرب الليفر، مش قادر يتخلص الليفر من الأمونيا فارتفعت في البلد راحت على البرين عملت لي امبيرمنت في الميموري. مين سبب خراب البرين او الدمج للبرين؟ اللي هو الليفر. فبسمي هذه الحالة هيباتيك انسفالوباثي. انسفالوباثي مشاكل في البرين من وراء الليفر، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الطفل عمره 5 شهور، عنده نيومونيا وتايتس ميديا ودياريا. تمام، الليمفوسايت 400. النورمال في الطفل الصغير الليمفوسايت تكون 1500، لكن هنا الليمفوسايت 400، يعني الليمفوسايت قليل جدا 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 جدا. تمام، لما يكون الليمفوسايت قليل جدا بسمي هذه الظاهرة سيفير كومباينيشن اميونو ديفيشينسي، لما تكون الليمفوسايت قليلة. فلما تكون الليمفوسايت قليلة بيصير المريض عرضة للإنفكشن، فصار عنده نيومونيا وتايتس ميديا. تمام، طيب الليمفوسايت قليلة فصار عنده ديكريز في التي والبي ليمفوسايت، حتى لما انت اعطيته مايتوجين برضو التي والبي ليمفوسايت ما تحسنتش. مين هالحين الانزيم
الديفكت في أي خطوة من هدول الخطوات؟ بالضبط خطوة سي. خطوة سي ليش؟ لأنه الإنزيم عبارة عن أدينوزين دي أمينيز إنزيم، أدينوزين دي أمينيز إنزيم اللي راح يحول الأدينوزين هيعمل له دي أمينيشن ويحوله إلى إينوزين، أو هيحول الديوكسي أدينوزين إلى ديوكسي إينوزين. تمام؟ سواء قلت لي ديوكسي أو سواء قلت لي أدينوزين نفس الإشي، فحيكون الخلل في خطوة سي. فالأدينوزين بيرتفع بيرتفع، فبيروح بيعمل لي دمج للبي والتي لينفوسايت. طبعا يا إخواننا، وهاي الأدينوزين دي أمينيز بيحول الديوكسي أدينوزين إلى ديوكسي إينوزين، أو بيحول الأدينوزين إلى إينوزين. هيو اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا إخواننا، لاعب كورة، بس أنا ماليش على الكورة صراحة، لاعب كورة بيلعب كورة فجأة في نص الملعب وقع ومات، لاعب ملاكمة بيلعب ملاكمة فجأة وقع على الأرض أو وقع ومات، أشهر سبب لموت الفجأة للشاب الرياضي أثناء بذل مجهود عالي جدا، أشهر سبب للموت حاجة بنسميها إيديوباتيك هايبروتروفيك أوبستراكشن كارديوميوباثي. هذه الظاهرة يا أخواننا أخذناها في الباثو. شاب عمره 20 سنة أجاني في الإمرجنسي بعد 30 دقيقة لما صار عنده فينتينينج. فينتينج فينتينج يعني أغمى عليه، يعني وقع. كان يلعب يا أخواننا باسكت بول، عنده سيستوليك مارمر في الليفت ستيرنال بوردر، سيستوليك مارمر سيستوليك يعني أثناء السيستول في الليفت ستيرنال بوردر. تمام. طيب إيش عند هذا المريض يا إخواننا؟ اطلع، هذا المريض عنده إيديوباتيك هايبروتروفيك أوبستراكشن كارديوميوباثي. شايفين يا إخواننا الليفت فينتريكل قديش متضخم، والإنتر فينتريكولا سيبتم قديش متضخم. تمام يا إخواننا، هاي الأورطة، هذا هو الأورطة. شايفين الآن لما هو بيلعب رياضة بشكل كبير أثناء لجراي الليفت فينتركل بيعمل كونتراكشن بشكل كبير جدا، فممكن لما يعمل كونتراكشن ممكن يا إخواننا يضغط على الأورطة. ليش؟ لأنه هذا الانتر فينتركولار سيبتم مع الليفت فينتركل ممكن يا إخواننا يضغطوا على الأورطة فيعمل أوبستراكشن للفالف تبع الأورطة، فالكارديك أوت بوت يقل بشكل كبير جدا جدا جدا، فالدم اللي رايح للبرين يكون قليل بشكل جدا جدا جدا، يكون قليل فبموت أو بصير عنده، صار عنده هانة في هذه الحالة فينتينينج يعني أغمى عليه وقع على الأرض. نفس القضية يا إخوانا إيش هانة. تمام يا إخوانا، أنتوا بدكم يعني أنتوا إلكو لما واحد قال لك والله لاعب وبيجري بيجري 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 لو وقع على الأرض، طب إله ساعة بيجري، إله ساعة بيجري، كيف أغمى عليه؟ إيديوباثيك هايبروتروفيك أوبستراكشن أوبستراكتيف كارديو مايوباثي. أشهر سبب لموت الشباب وهم بيلعب الأثليكس. تمام. غير كده يا إخواننا، غير كده يعني، بس أنا أعتقد شرحت الموضوع هذا قبل هيك. تمام. الآن شايفين الليفت فينتريكل قديش متضخم، فلليومن تبع الليفت فينتريكل قليل، لليومن تبع الليفت فينتريكل قليل، فأثناء الدياستول الليفت فينتريكل ما بيقدر يعمل ريلاكسيشن، وبالتالي مش راح يتعبى بالشكل المطلوب في الدم،
لما مش راح يتعبى بالشكل المطلوب بالدم مش راح يقدر يضخ كارديك اوت بوت بالشكل النورمال، حيكون الكارديك اوت بوت اقل من الطبيعي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا السؤال يا اخوانا ما درستهوش، ما حضرتهوش 100%، نسيت. تمام. شخص عنده 47 سنة، تمام، عنده هايبرتنشن، بتعالج بياخد الثيازايد للهايبرتنشن. تمام، لما انا بدي اعطيله دواء مع الثيازايد ايش بتعطيله؟ واحد يا اخوانا عنده هايبرتنشن، انا كنت اعطيله ثيازايد لكن كمان بدي اعطيله كمان دواء، مين من الادوية اللي كانت من الفيرست لاين انتي هايبرتنسيف دراج؟ بالضبط اللوب دايوريتيك زي الثيازايد و الايس انهيبيتور والايس انهيبيتور انجيوتنسين كونفيرتد انزيم انهيبيتور. هدول الاثنين يا اخواننا من الدوايين تبعون الفيرست لاين للهايبرتنشن، الفيرست لاين للهايبر تنشن. وانتم عارفين الايس انهيبيتور الادويه بتنتهي ب ابريل، الايس انهيبيتور الادويه بتنتهي ب ابريل اللي هو الانالا ابريل. انجيوتنسين كونفيرتد انزيم انهيبيتور بتنتهي ب ابريل، وهي من الفيرست لاين للهايبرتنشن. هي كلها يا اخواننا بتنتهي ب ابريل. الايس انهيبيتور، لاحظ قلنا الايس انهيبيتور وليس ريسبتور بلوكر، انما انت بتعمل انهيبيشن اللي بيحول الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، هذا الانزيم انت بتعمل له انهيبيشن. تمام، وهذا السؤال يا اخواننا برضه نسيت احضره، اصلا كنت انا بدي اشوف الاسئله اللي انا ما حضرتهاش بس كنه نسيت اشوف هدول السؤالين. تمام، شخص في ميل عمرها 65، عندها سيروسز، تمام، طبعا عندها اسايتس، عندها اديما في اللور اكستريميتي، عندها باي لاترال ابلورال افيوجن ليفت تمام. طيب عندها انكريز انترا الفيولار فلويد يا اخواننا، انترا الفيولار فلويد. الحين الالفيولاي تحتوي على خلايا، الالفيولاي تحتوي على ايش؟ خلايا. فلما يكون داخل هدول الخلايا الفلويد عالي بنقول انترا الفيولار فلويد عالي. اعيد، الالفيولاي تبعت اللنج تحتوي على خلايا، فلما تكون داخل الفلويد في هذه الخلايا عالي بقول الانترا الفيولار فلويد عالي. طب كيف صار عالي يا اخواننا؟ السيروسز في الليفر بيقلل من كفاءة الليفر يصنع بروتين الألبومين، فبيصير عند هذا المريض الألبومين في البلد قليل، هايبو ألبومينيميا. فلما يكون الألبومين قليل إذن الأنكوتيك بريشر أو الأزموتيك بريشر للبلد قليلة. يا أخوانا إيش وظيفة الألبومين؟ يعني هاي البلد فيزل مثلا وهذه الخلية، وظيفة الألبومين تمام يمنع الفلويد انه يترشح ويدخل على الخلايا، هاي وظيفة الألبومين، يمنع الفلويد يترشح من البلد فيزل ويدخل وين؟ على الخلايا. فلما يكون الألبومين قليل الفلويد حيترشح وينزل على ايش؟ الخلايا،
من هذه الخلايا الانترا الفيولار. إذن ديكريز لبلازما كولويد أوزموتيك براشر. تمام. وبرضو يا إخواننا هذا السؤال كنت بدي أرجع له لمادة الجينيتكس بس صراحة I forget it. انسيت. انسيت. تمام. حاولوا يا إخواننا تذكروني في التعليقات الأسئلة اللي ما شرحتها. طيب. وومن عمرها 23 سنة بيصير عندها فتيك ومصل بين بعد الاكسرسايز بشوية، يعني بعد ما تعمل اكسرسايز بيصير عندها فتيك للمصل وبين للمصل. طيب اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. السيمتوم ديكريز لما تبطل اكسرسايز. الفاستنج جلوكوز نورمال، شايفين نورمال 90 نورمال. اللاكتيك اسيد مش عالي لانه الجلوكوز نورمال. تمام. الامونيا ايش عاليه. والبريوديك اسيد تشيف سيل بوزيتيف. وين راح يكون الانزيم ديفيشينسي؟ عارفين يا اخواننا وين مربط الحل، وين مربط الحل في السؤال؟ انه قال لك البريوديك اسيد تشيف ستينينج بوزيتيف. لما يقول لك بريوديك اسيد تشيف ستين بوزيتيف هذا بيقيس نسبه الجلايكوجين. يعني لما يكون الجلايكوجين كتير يعني البريوديك اسيد تشيف ستينينج بوزيتيف. تمام. طيب متى بيكون الجلايكوجين كتير؟ لما انت مش قادر تكسر الجلايكوجين. طيب هذه الفيميل لما كانت تعمل اكسرسايز في بداية الامر كانت تاخذ الجلوكوز من البلد، لكن بعد كده خلص مش راح تقدر تاخذ الجلوكوز من البلد، بصير الاصل العضلة في الاكسرسايز تكسر الجلايكوجين عشان تحصل على جلوكوز. لكن هذه العضلة الانزيمات اللي بتكسر الجلايكوجين فيها خلل، فيها ايش؟ خلل. فبتلاقي الجلايكوجين مرتفع والجلوكوز قل. ليش الجلوكوز قل؟ لانه طبعا انا بتكلم الجلوكوز في العضلة، الجلوكوز في العضلة لانه مش قادر اكسر الجلايكوجين واحصل على ايش؟ الجلوكوز. فالبريوديك اسيد تشيف سيل بوزيتيف لانه الجلايكوجين مرتفع. تمام. لما الجلوكوز قل صار عند هذه الفيميل فتيك وبين. طيب الان يا اخواننا مين من هذول الانزيم له دخل في هذه الظاهره اللي هو الجلايكوجين فوسفوريليز؟ ليش؟ طبعا هو تايب 5 جلايكوجين ستوريز ديسيز اللي هو الميك اردل ديسيز. طب كيف؟ الان الجلايكوجين عشان يا اخوانا يتكسر وفي نهاية المطاف يعطي لك جلوكوز، اول انزيم اللي هو جلايكوجين فوسفوريليز بيحول الجلايكوجين الى جلوكوز 1-فوسفيت. لما يكون عندك خلل في هذا الانزيم اذا الجلايكوجين راح يتراكم. الجلايكوجين ايش؟ راح يتراكم. عشان كده البريوديك اسيد تشيف سيل بوزيتيف. تمام. الان لما الجلايكوجين ما تحولش الى جلوكوز 1-فوسفيت اذا ما
ما أعطانيش هذا الباثوي، إذا اللاكتيك أسيد مش راح يزيد، اللاكتيك أسيد مش راح يزيد، تمام؟ طيب، وكمان يا إخواننا الأمونيا بيرتفع. كيف بيرتفع الأمونيا؟ شرح بده 5 دقائق أقل إشي. بدنا نضلنا نشرح كيف بيرتفع إيش الأمونيا، لكن يا إخواننا باختصار شديد أنا كتب لكم إياها هنا كيف بيرتفع الأمونيا. اكتيفيشن للميوكينيز والميو أدينيليت دي أمينيز باثوي. لما أنت تعمل اكتيفيشن للدي أمينيز بيعطيني أمونيا، لما أنت فالأمونيا بترتفع. الأمونيا إيش بترتفع، تمام؟ إذن هذه بيكون عنده ديفيشينس في إنزيم غلايكوجين فوسفوريليز. يا إخوانا لما أنت بدك تيجي تتطلع على الرسمة بتلاقي البياض قليل، أما السمار صار الأصل العضلة أو مش العضلة البون أو الفيرتبرا أو أي إشي إله دخل في البون، الأصل يكون لونه وايت أبيض. لكن لما يكون أنا عندي أوستيوبوروسيز بيقل اللون الأبيض، بيصير يعطيني لون أصمر، تمام؟ طيب، من هذا السؤال يا إخواننا أنا كله بديش إياه، كله بديش إياه، شايفين شطبت عليه. هذه الفيميل كان عندها ألساريتيف كولايتس وكانت تاخذ كورتيكوستيرويد. As you know الكورتيكوستيرويد بيعمل لي أوستيوبوروسيس، هذا معروف. الكورتيكوستيرويد طبعا هي هذه الفيميل عندها ألساريتيف كولايتس. الألساريتيف كولايتس بيكون ناتج في خلل في جهاز المناعة، خلل في جهاز المناعة. طب إيش الحل؟ تعمل إميونو سبريشن بالكورتيزول. وكمان الألساريتيف كولايتس بيكون أنا عندي إنفلاميشن، فالحل تعطي أنتي إنفلاميشن بالكورتيزول. لكن الكورتيزول بيعمل أوستيوبوروسيس، وإحنا عارفين الكلام هذا، الكورتيزول بيعمل أوستيوبوروسيس. لأنه الكورتيزول بيعمل لي خلل في البون مينيرال. ما علينا كتير إخواننا، بدكم مانجا؟ هاني قاعد باكل مانجا. يلبدو مانجا يكتب في التعليقات بجيب له شقفة. إخواننا المانجا زاكي، يلبدو يكتب في التعليقات. رجل عمره 18 سنة عنده سيرفايكال ليمف نود انلارجمنت، طلع عنده اللاتكس اجلوتينيشن تيست بوزيتيف للإبستين بار فيروس. الإبستين بار فيروس بيعمل لي حاجة بنسميها مونو نيوكليوسيس. الإبستين بار فيروس بيعمل لي مونو نيوكليوسيس. في انا عندي اخواننا الاتيبيكال سيل اباندنت في السيتوبلازم، تمام؟ اللي بدي اقوله باختصار شديد، الابستان بار فيروس بيكون انا عندي نوعين من الخلايا. بيكون انا عندي تيبيكال سيل اللي هو عباره عن البي لينفوسايت، وفي انا عندي اتيبيكال سيل. الاتيبيكال سيل هي عباره عن التي لينفوسايت. طب ايش يعني؟ إخوانا أنا بديش أفصل كتير في الموضوع، لكن الأتيبيكال بيكون شكل الخلايا اتغير نوعا ما، فبيصير لارجر شكل الخلية لأنه مور سيتوبلازم، وبيصير عنده في التيلينفوسايت النيوكليولاي في النيوكلياس، فشكل الخلية بتغير لارجر دان نورمال تيلينفوسايت، والحجم والشيب بتغير نوعا ما. هذا أتيبيكال وبيكون يا اخواننا في التي لينفوسايت. اما البي لينفوسايت تيبيكال،
هذا يا اخوانا باختصار شديد. فهنا بيقول لي مين هي الاتيبيكال سيل؟ التي لمفوسايت. هي ايش الاتيبيكال سيل؟ طبعا يا اخوانا التي لمفوسايت هي اللي راح تهاجم الفيروس، يعني الابستان بارد فيروس، هي اللي بتدافع عنك ضد الفيروس. ممكن يا اخوانا من هذا السؤال كله تشطب عليه، انت في نهاية المطاف اعطيت المريض سيبرو افلوكزاسين، سيبرو افلوكزاسين، السيبرو فلكس صار يا اخوانا المريض ريزيستنت للسيبرو افلوكزاسين او البكتيريا. كيف ممكن البكتيريا تصير ريزيستنت للسيبرو افلوكزاسين؟ لما تعمل ميوتيشن في الدي ان اي جايريز. ليش؟ لانه السيبروفلوكزاسين من الفلوروكينولون من السكند جينيريشن، من السكند جينيريشن اوف فلوروكينولون. الفلوروكينولون بيعمل طبعا الفلوروكينولون هيو بيشتغل على جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف. في الجرام نيجاتيف بيعمل انهيبيشن للتوبو ايزوموريز تايب 2 اللي هو الدي ان اي جايريز في الجرام نيجاتيف. في الجرام بوزيتيف بكتيريا بيعمل انهيبيشن للتوبو ايزوموريز تايب 4، تايب 4 لانه الفلوروكينولون لما بيرتبط بالتوبو ايزوموريز بيعمل له انهيبيشن، وبالتالي بيعمل انهيبيشن للدي ان اي ريبليكيشن. فالبكتيريا لما بدها تعمل ريزيستنت للفلوروكينولون، البكتيريا الجرام نيجاتيف، الجرام نيجاتيف هتعمل لي ميوتيشن في التوبو ايزوميريز تايب 2 اللي هو الدي ان اي جايريز، فالفلوروكينولون مش راح يقدر يرتبط في التوبو ايزوميريز. تمام؟ اذا لما يصير انا عندي ميوتيشن في الدي ان اي جايريز، طبعا تمام. هنا بيقول لي الإشيريشيا كولاي ريزيستنت للسيبرو إفلوكزاسين، الإشيريشيا كولاي ريزيستنت للسيبرو إفلوكزاسين. طبعا يا إخوانا الإشيريشيا كولاي بتعمل لي أكيوت بايلونيفرايتس، معروف يا إخوانا الإشيريشيا كولاي بتعمل لي أو الجرام نيجاتيف بكتيريا بيعمل لي أكيوت بايلونيفرايتس. فيعني بتلاقي الأعراض المكتوبة في الكيس، الأعراض المكتوبة في الكيس هاي. تمام. انا عملت يورين اناليسز لشخص لقيت عنده بروتين في اليورين وبلد في اليورين، بروتين في اليورين والبلد في اليورين احد اسبابها كانسر في الرينال. لما يكون انا عندي كانسر في الرينال بيصير انا عندي بروتين في اليورين وبلد. تمام. وهيو اصلا لقيت اتيبيكال سيل في اليورين كمان، وهذا يا اخوانا الرايت كيدني بالفوتوغراف، وهي يا اخوانا شايفين الكانسر، هيو هي هذا الكانسر، هذه يا اخوانا الرايت كيدني، وهي يا اخوانا ايش الكانسر. تمام يا اخوانا، مين من هذول الشغلات بيعمل لك كانسر في الرينال او في اليورينري سيستم؟ هذه بدنا نحفظها، النافثيل امين. النافثيل امين بيقدر يعمل لك كانسر في الرينال او في اليورينري اتراكت، نوعه بابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما. هي الكل بدنا نعرفه.
انه هي في الرسمة هنا، هي في انا عندي كانسر مبين واضح كانسر، الكانسر عمل لي بلد في اليورين وبروتين في اليورين، هذا الشخص كان يتعرض للنافث الامين. هذا الشخص طبعا النافث الامين اروميت تمام، هذا الشخص يا اخواننا كان يتعرض في النافث الامين. بس يعني يا اخواننا طيب الارزينيك ممكن يا اخواننا يعمل لي برضو كانسر في اليوريناري سيستم، ممكن لكن نادر جدا، لانه الارزينيك نادر جدا يعمل لي كانسر تمام في اليورين، لكن النافث الامين هو المور كومون. النافث الامين والانيلين والسيجارينج سموكين، هدول الثلاثه بيعملوا لي ميجور ريسك فاكتور للترانزيشنال سيل كانسر، للترانزيشنال سيل كانسر. زي ما انتم عارفين الفينيل كلورايد بيعمل لي هيباتيك انجيو ساركوما، النيكل بيعمل لي ديرماتايتست هايبر سنسيتيفيتي تايب 4، البيريليوم والارزينيك بيعمل لي لانج كانسر، البيريليوم بيعمل لي نيوموكونيوسيس تمام. انا يا اخوانا اعطيت المريض بريدو استجمين. البريدو استجمين بيشتغل على اي ريسبتور؟ البريدو استجمين عبارة عن نيكوتينيك ريسبتور اغونيست، بيعمل اغونيست للنيكوتينيك ريسبتور. الدليل البريدو استجمين يا اخواننا، البريدو استجمين هو عبارة عن اسيتايل كولين استيريز انهيبيتور، فبيزود الاسيتايل كولين. ليش؟ لانه الاسيتايل كولين استيريز كان وظيفته يكسر الاسيتايل كولين، فانت بالبريدوستجمين لما تعمل انهيبيشن فالاسيتايل كولين مش راح يتكسر، فالاسيتايل كولين راح يضل موجود. فحينئذ الاسيتايل كولين لما يضل موجود راح يروح يشتغل على النيكوتينيك ريسبتور ويعمل له اكتيفيشن. تمام. بس يا اخواننا هو ايش السؤال اجا؟ السؤال اجاني انه هذه الفيميل، عشان نفهم السؤال كويس، هذه الفيميل عندها جنرالايزد ويكنس فاتيك خاصة مع الاكسرسايز. السيمتوم ظهرت في حالة البريجنانسي، صار انا عندي ريدكشن في الارم مسل سترينث خاصة مع الريبيتيف موفمنت. اذا هذه الحالة يا اخواننا مايستينيا جريفز. السيمتوم بتتحسن لما انا باخد بريدو استجمين تمام. المايستينيا جريفز ايش راح الاقي في السيرم؟ راح الاقي انتيبادي ضد مين؟ ضد النيكوتينيك ريسبتور. المايستينيا جريفز راح الاقي انتيبادي ضد النيكوتينيك اسيتايل كولين ريسبتور تمام. السايكلو تمام، هذا الشخص يا اخواننا بدي اعمل له عنده سيروسز
فبدي أزرع له ليفر ترانسبلانتيشن، فبدي أعمل له إميونو سبريشن عشان ما يصيرش ريجيكشن للليفر. فأعطيت له السايكلوسبورين. كيف بيعمل إنهيبيشن لجهاز المناعة أو بيعمل لي إميونو سبريشن؟ هاي يا أخواننا، السايكلوسبورين بيعمل إنهيبيشن للكال سينيورين. عشان يعمل إنهيبيشن للأكتيفيتي والجروث تبعت التي لينفوسايت عن طريق إنه بيرتبط بالكال سينيورين وبيعمل له إنهيبيشن. تمام، ضايل يا إخواننا عندنا آخر سؤال. هالحين يا إخواننا هذه الرسمة برضو بدنا نحفظها زي ما هي. هذه عبارة عن إيش؟ اللي هي هيها زي هي هيها اللي هو هيها هيها وهيها وهيها. هذه عبارة عن كافي أوي ليت سبوت. تمام، خلاص، بس احنا بدنا نحفظها زي ما هي وخلاص. يعني ما هي بتكون شوي دارك، شايفين هذه بتكون شوي ايش؟ دارك. كافي اوي ليت سبوت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.